احنا النهارده بنتكلم على السوفت روبوتس، والسوفت روبوتس هو واحد من السيكتورز الموجودين في ارترونكس ريسيرش سنتر. السوفت روبوتس على عكس التراديشنال ريجيد روبوتس او التراديشنال بنسميها الريجيد بودي داينامكس، اهميتها ان انا اقدر اتعامل مع انفايرمنت انسرتينتي انفايرمنت بـ applications not predefined، بمعنى لازم يكون الروبوت الأول predefined الـ environment اللي حواليه. Soft Gripper in general معمولة علشان تهندل wide range of objects، ممكن تكون تهندل حاجة soft، حاجة rigid، أوزان مختلفة كتير، ممكن تشيل أوزان أكتر من وزن الجريبر نفسه. بيقدر يعمل حاجات الهارد كونفنشنال روبوتس ما بيقدرش يعملها، بيقدر يمشي في باثس الهارد روبوتس محتاج لينكس كتير عشان يعرف يعملها. هي اصلا فكره السوفت روبوتس انسبايرد باي سم اوف ذا انيمالز اند بايولوجيكال ستراكشرز. مميزات السوفت روبوتس من اسمها هي سوفت ماتيريالز، او بيتم تصنيعها من مواد سوفت ماتيريالز زي سوفت بوليمرز، وهنا لينا خبره كبيره بقالنا اكتر من 7 سنين ان ذات فيلد في مواد البوليمرز في عمليات التصنيع، وان احنا نقدر نشكل السوفت روبوتس باشكال مختلفه زي ما احنا هنشوف النهارده. في عندنا 3 categories، حاجة اسمها soft grippers أو soft actuators بتتحط as end effector للروبوتس، وعندنا category تانية or classification تانية اسمها continuum robots تصنف under الـ soft robotics، وآخر حاجة الـ origami soft structures. بدأت بديزاين، بعد كده fabrication للجريبر from scratch، من أول ما الماتيريال كانت في صورة ليكويد لحد ما بقى soft robotic finger. الجريبر بيتكون من 3 fingers، كل واحد فيهم فيه embedded sensor. sensor ده not available in the market، ده special sensor يتم fabrication بتاعه من البداية للنهاية هنا في Artronics Lab. الكنترول فيه features كتيرة جديدة مختلفة عن ان هو مجرد debug و place objects. هو بيشتغل على 2 modes، اول mode هو manual mode او ممكن اوتوماتيك مود، ان هو بمجرد ما بيديتكت الاوبجكت بيقدر يمسكه وحده. اقدر اتحكم ان انا سرعه الفينجر، احرك الفينجر نفسه ازاي، امتى وازاي، دي كلها بنقدر نتحكم فيها. في كمان سيفتي ميكانيزم موجود جواه، ان لو حصل اي ديستربنس فجاه جوه السيستم، حصلت اي مشكله، الجريبر بيهولد البوزيشن اللي كان عليه. النوع الثاني من السوفت روبوتس الموجوده النهارده هنشوفها في اللاب هي عباره عن كونتينيوم روبوتس. الكونتينيوم روبوتس عبارة عن مجموعة من الديسكس بتتفصل ما بينهم حاجة زي stiffness أو تغيير in the stiffness في along the structure كله. أو الكونتينيوم روبوت الموديل اللي ورانا ده، إن الأكشويشن يونت بتاعه المواتير اللي بتتحكم فيه ممكن تبقى بعيدة عن الكونتينيوم روبوت نفسه. بيشتغل بإن إحنا بنسحب، بنسيب على تندنز، على نوع من أنواع الحبال، فالمواتير اللي بتسحب الحبال أو بتسيبها ممكن تبقى بعيدة عن الكونتينيوم روبوت نفسه، فبالتالي يقلل معانا المكان اللي الكونتينيوم روبوت بياخده، خلينا نعمل operations ممكن تبقى صعبة لو عملناها conventional robots لأن بتاخد مكان كبير. نقدر نستخدمها في application زي المناظير، بس الابليكيشن اللي احنا هنشوفه النهارده المقاس نفسه بيتعمل as a proof of concept في الاول phase، بعد كده نقدر ننزل بالسايز نفسه ان هو يبقى almost very small ان انا استخدمه في عمليات المناظير. بيقدر يعمل حاجات الهارد كونفنشنال روبوتس ما بيقدرش يعملها، بيقدر يمشي في باثس الهارد روبوتس محتاج لينكس كتير عشان يعرف يعملها، الكونتينيوم روبوتس بيعملها بسهوله جدا بعدد لينكس اقل. بالاضافه ان احنا هنا في اللاب عندنا كمان تكنيكس الاوبتيكال مايكرو سنسورز، والمايكرو اوبتيكال سنسورز دي تقدر تديني اعيادات دقيقه جدا لو اتحطت او حصل ليها كولابوريشن مع الكونتينيوم روبوتس. مشاكل السوفت روبوتس ان ممكن ان يحصل ديفورمينج للجسم بتاع الروبوت نفسه لما بيبدا يشيل اللود اللي هو بنسميه عند الاند افكتور. نقدر نحل مشكله زي دي زي ما هنشوفها برضو النهارده بنوع جديد من انواع السوفت روبوتس اللي هو الاوريجامي سوفت ستراكشرز. الاوريجامي ستراكشر هو ريبيتد باترن فولدنج، ان انا اقدر اكرر الباترن دي كذا مره زي ما انا عايز، بحيث ان انا اقدر احسب الستيفنس اللي انا عايزه من البارت بتاعي. في حاله السوفت اوريجامي ستراكشر
بنلاقي ان بدل ما يبقى عندي articulated joints بتخلي الروبوتس متصلة ببعض، انا اقدر اخلي يحصل deforming along the axis of each link. في اللحظة دي اقدر اشيل وزن اكتر بكتير من حجم الروبوت نفسه. الاورجامي سوفت روبوتس ميزة كبيرة فيها ان انا اقدر اعمل absorbing للانرجي، يعني عند وقت الكولوجن نقدر ناخد الانرجي دي as a damping coefficient في الميكانيزم كله، فده يقدر يساعد ان انا اتجنب المشاكل اللي كانت تقدر تحصل في الترديشنال ريجيد بودي داينامكس روبوت. يعتبر احنا من اول الناس اللي تشتغل على البروجكت ده في جي يو سي وفي مصر وفي المينا ريجن عموما، وممكن كمان نقول جلوبالي. من مميزات سوفت روبوتكس انها خفيفه الوزن جدا، ان انا ممكن استخدمها للاطراف الصناعيه او لعمليات اعاده التاهيل. المستقبل في الجزء بتاع السوفت روبوتس هو مش ان تشالنج انه يربليس the rigid body dynamics أو traditional robots خالص. المستقبل هو الكولابوريشن between the soft robots and the rigid body dynamics robots. ده هيفتح لنا مجالات كتير، منها الطبي، منها الميديكال، منها الاندستريال كمان، اللي نقدر نوصل لأماكن ما كانتش الـ traditional body dynamics robot كانت بتوصل لها قبل كده.